علا، بالنسبه للتغييرات والاسماء اللي نزلت سواء في امبي او في اسوان، شايف مين اللي قدر يعمل اضافه؟ يعني مين اللي قدر يعمل قيمه مضافه لفرقته خلال احداث ومجريات الشوط الثاني؟ بص يا ابراهيم، اسوان من وجهه نظري ومجدي عبد العاطي ادار المباراه بشكل جيد وبشكل متوازن وبشكل يتناسب مع طبيعه الظرف او طبيعه المباراه على ملعبه وطبيعه كمان سوء حاله امبي، يعني اللي مخلي اسوان النهارده بشكل مميز جدا جدا ساعده في ده امبي كمان، فادار المباراه بشكل جيد، تغييراته كانت مميزه. يمكن عايز اقول لك حاجه ااكد اللي انت بتقوله، ان انا شايف ان امبي لما نيجي نتكلم مثلا في لعبه كتير جدا مش في حالتها لا فرديا ولا جماعيا، يعني على المستوى الفردي في ناس جوه الملعب زي باسيوني مثلا طلع بنشطين زي اللي بينزل لوكامبي او ما بينزل مثلا قعود، في لعيبه تحس ان انا مش قادر اقول مثلا ان في حد على المستوى الفردي حتى في الحد الاقصى بتاعه.